السلام عليكم وتحية طيبة لكل الاخوان والاخوات وتتبع قناة كريم كسري. مرحبا بكم يا مجديد. هذا الفيديو الاخوان والاخوات اللي غادي تفرج فيه خصو يبارطاجيه الى اوسع نقاط. اي واحد غادي يشوف هذا الفيديو هذا خصو يبارطاجيه ضروري ومؤكد، لان فيه واحد الموضوع مهم ومهم بزاف. ملي غادي تسمعوه غادي تعرفوا بانك يستحق البارطاج. لهذا كنتمناكم انكم اللي تسمعوني حاولوا تبارطاجيو هذا الفيديو، لانكم غادي تنفعوا فيه بزاف ديال الناس. الموضوع يعني موجه للاباء واولياء الامور ديال التلاميذ اللي كاين في المغرب، مناسبه الدخول المدرسي. فكاين واحد الفخ غادي يطيحوا فيه الاباء والاولياء الامور ديال التلاميذ الا ما انتبهوش لهذا الموضوع هذا. لذلك انا عارف بان كاين الناس كيتابعوني سواء من المغرب او دول اخرى من اوروبا، ولا الا كنتي تفرجتي في هذا الفيديو من دوله اخرى من غير المغرب، حاول تبارطاجيه مع العائله ديالك اللي كاينه في المغرب، او لا تخبرهم بهذاك الشيء اللي غادي يوقع يعني في واحد المساله متعلقه بالدخول المدرسي. الموضوع متعلق بالدخول المدرسي، المدارس الخصوصيه اللي كاينه في المغرب، بالخصوص هذا الدخول اللي غادي يكون هذه السنه هذه المقبله. العقود اللي خرجتهم هذه المدارس فيها واحد الفخ الاباء واولياء الامور، الى ما انتبهوش فغادي يكون واحد الفخ كبير وغادي يفرموا عليه بلا ما يعيقوا. فالناس قبل ما يطيحوا في هذا الموضوع هذا في هذا الفخ هذا، الى توصلوا بهذه العقود هذه خاصهم يقراوها ويعرفوها مزيان شنو مكتوب فيها قبل ما يتفحصوها. المقال اللي كيتكلم على هذا الموضوع هذا انا غادي نقرا لكم دابا بالحرف الواحد، غادي نقرا لكم كامل حتى يتكمل، لان الموضوع مهم بزاف. كنتمنى انكم تبقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو. فاش انسالي المقال غادي نخلي لكم يعني المقال في صندوق الوصف باش تشوفوا حتى نتوما بعينكم وتاكدوا من صحه الموضوع. الحاله اللي عشناها، الحاله الوبائيه اللي عشناها هنا في بصفه عامه في العالم ولا في المغرب بصفه خاصه، فالمدارس الخصوصيه البنود العقود ديال هذه المره هذه تبدلت شويه ودارت فيها واحد الفخ اللي الناس الا ما انتبهولاش، وعاد هي كتكتب داكشي بالفرنسيه، فالناس الا ما انتبهوش ديك القضيه غادي يطيحوا في مشكل كبير وكبير بزاف. انا غادي نقرا لكم كل شيء وغادي تسمعوا وتعرفوا كل شيء بنفسكم. يعني كنتمنى انكم تبارطاجيو صراحه هذا الفيديو هذا لان كيستحق البارطاج. المقال كيقول: انتباه، المدارس الخصوصيه تعرض عقودا ملغمه على الاباء والامهات. اوكي، هذا هو العنوان. قدمت عدد من المدارس الخصوصية عقودا للآباء والأمهات وأولياء التلاميذ قصد توقيعها، وتتضمن تلك العقود بنودا ملغومة ومنها بند يتحدث عن حالة القوة القاهرة. كاين واحد البند في هذه العقود هذه كاين القوة القاهرة، بحال الشغل اللي وقعنا هنا في كورونا مثلا. يعني إذا كانت شي قوة قاهرة فأنت غادي تكلف يعني بالمصاريف ديال الدري واخا يكون ما كيقراش. غادي نكمل معكم المقال بتشوفوا بتسمعوا بودنكم. قال لك: حيث جاء في البند المفخخ أن ولي أمر التلميذ أو التلميذة ملزم بأداء كامل الواجبات المدرسية الشهرية خلال كل قوة قاهرة تعترض السير العادي للعملية التربوية. بمعنى أن إلا جات شي قوة قاهرة بحال الشغل مثلا ديال كورونا أو لا شي مشكل أو لا شي زلزال أو لا شي حاجة، يعني واخا أي مشكل كما بغى يكون النوع ديالو طبيعي ولا كما بغى يكون النوع ديالو، فالأب أو ولي الأمر ديال التلميذ ملزم بأداء هذيك المصاريف واخا يكون ديك التلميذ كاع ما استفد من ديك الدروس أو لا كاع ما قرا. فهذا فخ الناس خصهم ينتبهوا له، مكتوب بالفرنسية، العقود مكتوبة بالفرنسية، الناس ما كينتبهوش، خصهم يقراو جميع العقود كامله باش يعرفوا شنو كيفرميو قبل ما يفرميو. فهنا كيقول لك كما قلنا اداء كامل الواجبات المدرسيه الشهريه خلال كل قوه قاهره تعترض السير العادي للعمليه التربويه، وان التعليم عن بعد يكون بديلا شرعيا لكل توقف للتعليم الحضوري. يعني لا مشى الانسان ما قراش في المدرسه فالتعليم ديال الدار غادي يكون هذاك هو البديل. بالعربيه يعني الا كنتي ما كتقراش في المدرسه ما كتسنى والو، سير قرا في الدار حتى هذاك راه بديل، والعامات الشهور كيتحسبوا والخلاص كيبقى هو بحال اللي راك في المدرسه. يعني انت كتكلف بالدراري ديالك ولكن في نفس الوقت كتخلص عليهم. يعني هذه مساله كنشوفها انا بيزار صراحه، الانسان خصو ينتبه لهذا الموضوع هذا لان موضوع شويه فخ، ولك فخ وش من فخ دايرين الاباء واولياء الامور ديال التلاميذ اللي كاينه في المغرب. وكيقول المقال: وقد اختفت تلك المدارس الخصوصيه خلف اللغه الفرنسيه لانجاح كمينها. كما كنقولوا يعني كتبت داكشي بالفرنسيه الى ترامباس. يعني هاد الحاجه اللي مهمه هذه المره هذه الاباء واولياء الامور ديال التلاميذ اللي كاينه في المغرب، الى شافوا شي حاجه ما فهموهاش في ذاك العقد اللي غادي يفرميو قبل ما يقراوه قبل ما يفرميوه، يديوا شي واحد كيفهم اللغه الفرنسيه باش يقرا كامل باش يشوف واش شنو مكتوب داكشي مزيان او لا العكس ديال داكشي اللي موالفين انهم يفرميو كل عام. يقول لك: البند الثاني قالت فيه المدارس الخصوصية أن كل تلميذ تأخر ولي أمره عن سداد واجبات المدرسية الشهرية لمدة 15 يوم يكون ممنوعا عليه
يعتب المدرسه، يعني ممنوع عليه انه يدخل المدرسه الا تعطل غير 15 يوم ما خلصش. هذه كاينه في البنود، كاينه في العقود الجديده اللي غادي يفرميوها الاباء واولياء الامور التلاميذ. علاش انا كنقول لكم ضروري خصكم تبارطاجيو هذا الفيديو، خصو يتبارطاجا ضروري، لان الناس راه ما عارفينش هذه المسائل هذو وما غاديش يعرفوا، غادي يفرميو وغادي يتزرفوا. ومن الناحيه القانونيه غادي تكون يعني القانون لا يحمي المغفلين، يعني لا فرميتي على شي حاجه وافقتي عليها، راه الا مشيتي من بعد عاد رديتي البول وانتبهتي، فهذيك الساعات كيكون صافي تعطل بك الوقت، ما كاينش ما عندك ما تشكي او ما دير، لان القانون لا يحمي المغفلين. كتسمى انت مغفل وفرميتي وافقتي، اذا ماذا ما وافقتي خصك تلتزم بجميع المصاريف وبجميع الحوايج اللي انت التزمتي بها. تفهمنا؟ فردوا البال الاخوان. قال لك عودوا لمناقشه المقلب او البند الاول، فالقوة القاهرة تطرق إليها المشرع وفصل فيها تفصيلا تعريفا وتأثيرا ومسؤولية، ومعلوم أن كل اتفاق بين الطرفين يخالف القواعد العامة يعتبر كأنه لم يكن. فمفتي المدارس الخاصة لم يحسبها جيدا، وطبعا اللي يحسب بوحده كيشط ليه كما كيقول المثل. فقد توهم أصحابها أن الوباء مستمر وأن الدخول المدرسي المقبل لن يكون حضوريا، وأن بدعة التعليم عن بعد قد أراقت الوزارة مثلما أراقت المدارس الخاصة كما كنقولوا، وهما يصران على أن يتسليا بها ما دامت لا تكلفهما سوى كاميرامان أو الويفي. يعني المدرسة بالنسبة لها، يعني لو بقينا في الوباء كمستمر بالنسبة للمدرسة مزيان أنت في الدار فقط كاميرا وويفي، وهي راه سميتو المدرسة كتقابلك، يعني غير ما كتكلف عليها حتى شي حاجة، ما كاين حتى شي تعب أو حتى شي تكلفة كبيرة. في نفس الوقت المصاريف اللي أنت كتخلص كتبقى هي كتخلص نفس المصاريف والمستحقات اللي التزمتي بها في البند وفي العقد قبل ما تدخل تقرا. هنا كيقول لك بدل اقسام واساتذه ومدير وصداع الراس ديال التلاميذ، وان هذه المدارس الخصوصيه لن تبقى رهينه لشبه فراغ قانوني تخاصمها قواعد العامه، فستحدثت لها هذه من كورونا كما كنقول هنايا جيفه. كيقول لك في شكل فصول قانونيه عن في عقد ادعان وعقد احتيال وعقد غدر ونصب، يعني هنا كاين الغدر والنصب والاحتيال في هذه البنود. هذا بالنسبه للناس اللي ما عارفينش لحسن العوان، كاين بزاف الناس ما كيقراوش لهاد المسائل بحال هكا، فقط كيشوفوا بان يعني مثلا اللي كيديروه كل عام كيعاودوه قبل ما يبحثوا وقبل ما يقراو وقبل ما يعرفوا. لذلك جيت ندير هذا الفيديو باش نوصي الناس وننبه الناس من هذا الموضوع هذا اللي هو خصكم تنتبهوا له، والناس خصهم يتعاونوا في هذا الفيديو هذا، خصو يتبارطاجا. كيقول لك وهي فضيحة جديدة تنضاف لفضائح وزير يتخذ من سعيد اسما، والحال ان قطاع التعليم هو حزين بئيس في عهده، حسب المقال اللي كيقول، هو اللي كيقول هذا الكلام هذا، انا كنقرا لكم المقال ما كنجيبش من راسي. واما المقلب او البند الثاني فتبغي المدارس الخصوصية من خلفه هدم قاعدة عامة تقوم على تقديم المصلحة الفضلى للتلميذ او التلميذة على كل هواجس الربح والخسارة. قال لك بمعنى انه يمنع على رب المدرسه الخصوصيه حرمان التلميذ من حصصه الدراسيه بحجه ان والده او امه لم يسدد الواجبات الشهريه. شو كيفاش قال كيفاش دايره الواجبات الشهريه المدرسيه، وانه يتعين على رب المدرسه ان يطالب بما له عند الاب او الام بواسطه القضاء كاي مدين يطالب بدينه، وان لا يخير التلميذ بين الاداء او الباب، يعني ما كاينش ديك اختيار، يعني خصو الا ما خلصيش غادي يبقى يتابعوك قانونيا في المحكمه بحكم انك فرميتي على العقد والتزمتي بدك الفيرمه هذيك ووافقتي. يعني الا ما خلصتيش ماشي فقط انه يجري لك على ولدك، لا خصك يتابعك قانونيا بانك ضروري خصك تادي الواجب ديال المستحقات ديال الدراسه. يعني هذا الشيء هذا الاخوان والاخوات صراحه والله العظيم كون ما كنتيش شفتوا في الموضوع مهم بزاف، ما غاديش نكون محمس بالدرجه هذه وغادي نهضر بالطريقه هذه. هو مسلسل نهج لحوم الاسر التي قصدت تلك المدارس كرها لا طوعا، فلو كانت المدرسه العموميه في صحه جيده لما تقوى هؤلاء القوم الذين تحولوا من طماعين الى مشرعين. وهو مسلسل يوضح بجلاء قيمه وحجم التراب ترابي في دواخل من نستأمنهم على فلذات أكبادنا ليعلموهم قيم التربية والمواطنة والصدق والمناقشة الشريفة واللقمة الحلال. فهل تفلح المدارس الخصوصية في استغفال الآباء والأمهات وجرهم نحو شباكها كما تفعل العنكبوت؟ فما إن يتوقعوا تلك العقود حتى تتحرك العنكبوت لتكبلهم وتشكل حركتهم بعد أن تحقنهم بسمها. هذا هو المقال الإخوان، نهاية المقال كتنتهي هنايا.
هذا هو نهاية المقال، وهذا هو الموضوع، وكنتمنى انكم تساهموا في البارتاج على اوسع نقاط في هذه القضية هذه، باش ما يتزرفوش واحد الاسر، عدد كبير من الاسر غادي يتزرف، وغادي يتزرف بطريقة قانونية وشرعية. من الناحية القانونية ما كتسال والو، والمدرسة غادي تبقى تتابعك قانونية الا مشيتي تفيرتي شي بند من هذه البنود، الا زغبك الله وفرميتي بلا ما تقرا البند ديالك وبلا ما تفهم شنو فيه وشنو مكتوب فيه وشنو معرف فيه. ما بقى لي ما نضيف اكثر من هكا، ما عنديش نزيد نطول اكثر من هكا. الطلب الوحيد ديالي كما قلت لكم انكم تبارطاجيو الفيديو لاوسع نطاق، الاباء والامهات ينتبهوا لهذا الموضوع هذا اللي كيقراو ولادو في مدارس خصوصيه، ويعرفوا يعني قبل ما يفرميو يشوفوا ذاك البوند واش يوافقوا عليه او لما يوافقوش عليه. سال الفيديو ديالي هنايا، تحياتي لكل محبي قناه كريم كسري، ما تنساوش ديروا لايك والبارطاج كما العاده. شكرا لكم والى الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.